عبد الله الحربي. عبد الله الحربي عنده علوم وعنده. أنا ناوي بهندسة. عبد الله الحربي ترى عبد الله إنسان. أنا أحس إن عبد الله إنه متشبع من الشاشة. او انه كذا احساسي كذا انه صار متشبع. لا هو كذا هو كذا. انا اصلفت عليه الرجال ما رقد له متاخر والله اني مشل انه من فندقنا. تبون الصدق؟ لا 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 عبد الله ترى جاته مكالمه قبل أن اطلع من الفندق الظاهر هي اللي خربت مزاجي. يا رجال المكالمه وش المكالمه هذه؟ والله ما ادري. لا تخلعون امها ما في شيء. ام الرجال الله يطول عمرها كلمها سير. شيء الله يعطيه بعض الاحيان عسى اللي يقول قمت احب قال والله العظيم انه في مقام امي الكبير امي الكبيره اي والله شاف المقطع والله هو هو على وزن على وزن اختي الكبيره شاف كلكم فيهم صغيره فيهم السلام على كل عجوز ولا كل مره كبيره اقدرها واحترمها وهي مثل امي لا تقول عجوز عجوز هذه بعدها عم ما في شيء اسمه انا جاي انا جاي يوم سيف احنا ضد كلمه هذا الولد نعم. لا 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 الام قالها ام والاب قالها اب فكلمه عجوز وشايب ما نحبها والجده اخوان هي هي جده جده كبيره سن يا عون يا مصر لا تصادرون الثقافات لا تصادرون الثقافات ما انا مصادرها كل ربع لهم لو كل الناس لهم اضربيه ترى ترى كلمه العجوز في ناس عندها مذمه وفي ناس ترى عندها مدح نعم لا بس العجوز العجز ايش عجز ايش عن اشياء يعني ما تسوي في قبائل فهذه مسبه لا لا عون في قبائل ترى انها مسبه وفي قبائل ترى ترى انها مدح نعم في اختلاف ثقافات انتبه لكلامك اي بس ما تقول عجوز عون 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 لا تصعد كبيره السن عندك 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 ايش عندك وشلون العجوز وش حال العجوز؟ إيه انا كبيرة السن لا ما لا لا انا بغيت والله بكيفكم احنا كذا انا شفت ثلاث ثقافات كلهم سالوا شلون شايب قالوا بخير ما عليه شايب شايبه نفسها بس ترى نفسها العجوز نفسها العجوز وين ليش ما زعلت هذه؟ شايب كيف اموره؟ اليوم يعون الرمي عليك شو مسعدك؟ زمان زمان سلم حملنا يا والله قال عندنا من تقدير كبير السن ايش يقول ميدا؟ يقول ميدا الحين كبير السن ما يدعون ابو فلان ابوي فلان ابوي محمد الله الله نعم هذه احنا عندنا الجد ما نقول جد احنا نقول ابوي فلان وابوك تقول ابوي سادة كذا حلو ها لكن الجد ايش نقول ابوي حسن مثلا هذا عمك ايه؟ هذا جدي احنا عكسكم احنا العم نقول له ابوي ابوي حتى عم نقول ابوي يا اخي حضر في الجماعه تقول له ابوي فلان نعم تقدير لله نعم يعني نعم مثلا نعم رعد الناس ابوي رعد الناس هي بس كلمه عجوز هذه زعلت العاد اسمعها حسين والله حطها في السجن العادات والتقاليد هي تختلف عندكم وعندنا ولا ابوي لا تقدير كبير السن عندنا لكن بما انكم كبير السن الله يا الربع بما انكم شبيتوا على عبد الله وان خاطره ضايق ومستر يقول انه والله متشبع والله يا الربع وان مستر يقول انه متشبع من الشاشة بالعكس انا شوف عبد الله في البرنامج انا ارى وجهه نظري وتحترم قد يتفق معي فيها البعض وقد يختلف معي سلمت تمام عبد الله ارى انه من الاشخاص اللي في البرنامج عنده ذكاء عالي جدا اعلامي والشباب الثانيين ايش فيهم يعني ايش فينا انا ايش قلت انا وش قلت لا لا انت سقطت على الشباب خلني اكمل خلني اكمل ايش فينا اذا اردت ما في اذا اردت اذا اردت سقط اذا اردت انت تاخذ معلومه خلني اكملها ثم عقبه ناقشني هو يبي يسمع اللي يبي لا يعني اذا مدحت زيد من الناس اذا مدحت زيد من الناس لا يعني انني اذم الاخر طيب اخويا هنا هذه لا لا الرجال ذا بشهاده سيف وبشهاده فيصل خذ له بث ساعتين الى ثلاث ساعات الظهر شايل البث كله من هو عبد الله الحربي يستاهل عبد الله الحربي وسلطان بعد ذاك اعلام ابو وسلطان ثقل تجحد سلطان ثقل نعم وسلطان ثقل بعد نعم نعم انا عون شوف شوف يا رعد اللي بينه وبين عبد الله اكبر من شيء هذا عبد الله الشيء اللي يزيدها يزيد يا سلام عليك لكن حتى احنا بعد شنو البث انا وسيد والله نعم من صلاه النبي النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء انا برد له برد عليك وابشرك انا ابشركم ماني ببلش تمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم الصحابه اعطى كل واحد له ميزه هذا حبر الامه هذا ترجمان الأمة هذا الرسل والأنبياء وهذا شاعر وهذا شاعر الأمة وهذا كذا يعني أنا تريست عبد الله بشيء سيف ما عنده سيف من الأشخاص اللي أنا قارنه بسلطان في الدرجات رعد أنت قاعد تعلمه من الأصل التقليد هو اللي نفسه وش الأفضل والله بدي عاد هنا نرجع للدرجات الخفية لا لكن تشوف الرجال يتحدى معه في الدرجات فيصل أعطيك إياه فيصل ما شاء الله تبارك الله ممكن يتنازل عن البث بمجرد
انه يضبط جو الشباب يزين لهم عريكه ولا يزين لهم قرص ولا يزينهم، وهذا ترى بيه في باقي الشباب. هذه ميزه في بس عندنا كل واحد له ميزه. اعطيك معلومه،